انا سي محمد المدن، ساكن في دوار الحرش، قياده بني قرفط، دائره مولاي عبد السلام المشيش، عامله العرائش احسن خير جهه طنجه تكوان والحسيمه. احنا المطار هذا مرور ثقافي، احنا فخورين بهذا المطار. هذا المطار كان جهويه، دابا الحمد لله صفحات عالميه. احنا هذا المطار نبغوا تزيد نقدم، والله يرحم الامينه لا امينه، والله يرحم الاستاذ الناقب الشريف عبد الهادي بركه، راهما اللي حيونا التراث ديالنا، حيونا التراث في 2007، من 2007 الى 2023، والحمد لله هذا المطار كتزيد نقدم كل عام احسن منها. والحمد لله وحنا فخورين بهذا المهرجان، وحنا نبغيوه يزيد قدام ونبغيوه يولي عالمي. دابا الحمد لله ما كاينش اي مطار، دابا هذا عرس ديال المطار. دابا كاينه مطار وكاينه المعرض وكاينه الصهارات، راه كاين الناس مساكن راه ما كيخرجوش بحال الصبيان بحال الدراري الصغار. دابا هذا المهرجان راه فخور لينا، هذا حنا فخورين به وهما فخورين به، فهمتي؟ دابا راه الناس بحال لي هذا السوق ديال المطار، عرس ديال المطار. يعني كيفاش مستوى المشاركه الخيال هذا العام؟ هذا العام راه شاركنا 300 عوده، كاينه 300 ديال الفرق، 300 عوده يعني 30 فرقه، كل فرقه فيها 10 10. هذا العام مزيدين على الايمان الاولانيه، والحمد لله وماشي كيتطور كل عام احسن من العام، الامور راه ماشيه مزيانه. حنا نبغيوها يزيد القدام، ما نبغيوهاش يرجع الله. يعني الظروف اللي جرى فيها السباق وكيفاش كانت المستوى ديال الانطلاق ديال المطار؟ اليوم عندنا الافتتاح، اليوم عندنا الافتتاح، وعندنا غدا ان شاء الله عندنا اللعب والسهره، وانطلاقه ديال المطار غيكون اختتام نهار الاحد ان شاء الله. راه غادي يجوا النساء اللي كيعدلوا هذه العروس هذا المطار، وغادي يسلموها لواحد الخيال ويعطوها له اللي داها ديالو. كيزيدكم هذا المهرجان ملي كتشوفوا مثلا انتم كيجيو الناس من العالم كامل كيجيو يحضروا هذا المهرجان، كيفاش كتشوف انت من بديتي من الاول انت كتهضر النسخ كامل، كيفاش كتشوف هذا المهرجان كيتطور والمستوى ديالو؟ يعني هذا المستوى ديالو مزيانه، حنا راه شرف لينا هذا المهرجان وهذا العام، راه الناس اللي كيجيو عندنا راه شرف لينا. حنا المنطقه ديالنا خصها تشهر، الحمد لله عايش الملك عايش سيدي محمد السادس. حنا المنطقه راه كنسيه كون ما كانتش المرحومه الاميره الامينه وعايشه سيدنا والله يرحم الاستاذ عبد الهادي بركه، ولاد بركه هم اللي حيونا هذا التراث. ما يكونش يبان هذا التراث، ما يكونش يبان هذا المهرجان، وحتى المنطقه ما تكونش يبانت.